السلام عليكم، دي اللقاء الثالث مع برنامج ايكويست، هو برنامج خاص بالانرجي سيموليشن. طيب لو احنا دخلنا على الشاشة ديت، فبنلاقي ان هو بيسألنا الفوت برنت بتاعنا شكله ايه، ريكتانجل ولا ال ولا تي، كل واحدة بتختارها. بيبدأ يعيد التعريف ايه الداتا اللي هو محتاجها، يعني هنا مثلا محتاج اكس 1 واكس 2، قبل كده كان محتاج اكس 1 بس، وهكذا. طيب من ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا لازم نعرفها كاستم، ده لو انا عندي ملف اوتوكاد اقدر اقول له امبورت كات فايل واختار الملف الاوتوكاد اللي انا عايزه، بحيث ان هو ياخد الملف جاهز بالابعاد بكل حاجه. هو بيبدا يقرا بقى الداتا اهوت، الشكل اللي فات كان في الشكل دوت فهو جابه لي. دلوقتي نقول اللي عليك ان انت تختار ملف الاوتوكاد وتقول له اوبن، فيبدا يقرا ملف الاوتوكاد دوت وياخد نفس المقاسات اللي موجوده فيه. طيب لو انا عندي الشكل دوت بس محتاج ان انا اعدل فيه شويه زاويه معينه او فمش لازم اعيد الشغل خالص، انا ممكن اجي على نقطه فيهم تزود نقطه، تطرح نقطه، تعدل فيهم. اهي دي النقط اللي موجوده، كل نقطه فيهم مثلا هنا 00، هنا 0 134، وهكذا. تقدر ان انت تعرف النقط فيهم وتعدل زي ما انت عايز، تقدر تضيف نقط، تقدر تحذف نقط، تقدر ان انت تعمل محاذاة أو تحرك نقطة من مكانها زي ما أنت عايز عشان أنت توصل للشكل اللي أنت عايزه بالشكل دوت. هو يبدأ بقى يقرأ الداتا ويبدأ إن هو يغير شكل، بحيث إن أنت بعد كده تقدر تقول له أوكي، هو ده مثلا الشكل اللي أنت عايزه. طيب بعد ما وصلنا بقى للشكل اللي إحنا عايزينه، تمام، ممكن أقول له بقى الاتجاه بتاعي أو في ميل مثلا معين نورث ايرث بالشكل دوت، تمام. بعد كده اقول له فينش، فظهر معانا الشكل 2D اهوت، 3D يبدأ يظهر معانا، وتلاحظ ان هو بيبدأ يديك كل حاجة باللون بتاعها، واي حاجة تدوس عليها تبدأ يديك التفاصيل بتاعتها بالاتجاهات مظبوطة، وكل واحدة فيها واخدة اللون المميز بتاعها. ممكن تقول مثلا عايز الروف، فيبدأ يعمل سيلكت على الروف بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز سيلكت على الوول مثلا، او عايز سيلكت على الوول اللي في الشمال الشرقي، يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. ده الجزء الخاص اهو بالبيلدنج شيل، تمام. فتقدر تعدل الخصائص بتاعتها لو انت عايز، او على الاقل تعرف ايه المعلومات اللي موجودة هنا، تمام. ممكن تقول له سيلينج، فيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بالسيلينج. طبعا دول لسه ما تفعلوش معانا السبريد شيت اهوت، تمام. السمري لسه مع بعض، هنبدأ نخش واحدة واحدة. ده السبريد شيت بدأ يقرا الداتا بالشكل دوت، كل حيطة الاكس والواي والزد بتاعتها و والداتا دي كلها، والكونستراكشن بتاعتها واللوكيشن والنكست تو سبيس، كل حاجة.